اهلا بكم في الشارع الابيض. امبارح في ظل الاجواء البارده الزمالك كان بيلعب وملايين من الجماهير بيتابعوا المباراه وعوده الفارس الابيض بعد توقف الدوري لمده شهر تقريبا، واللي كان بيتابع في البيت واللي قرر يتجمع مع زمايله على قهوه الزملكاويه يتفرجوا مع بعض على الماتش. وعشان احنا دايما بنحاول نكون قريبين من الجماهير في كل مكان، قررنا احنا كعادتنا ننزل الشارع الابيض وتحديدا عند قهوه الزملكاويه في حي السيده زينب الجميل، ورصدنا تجمعات الزملكاويه في يوم عوده معشوقهم للعب مره تانية في الدوري. خلينا نشوف التقرير ده مع جمهورنا الوفي ونرجع تاني. لا، هو مع الزمالك مفيش سقعة، مفيش تعب، مفيش ارهاق، مفيش اي حاجه، لان ده اسلوب حياتنا كلنا من يوم ما طلعنا واحنا بنشجع نادي الزمالك. فدي طبعا مالهاش دعوه باي اجواء خالص. وبعدين رجوع النادي النهارده ورجوع الفرقه بعد غياب مبشر بالخير، ويبقى تجمع جميل جدا بين اخواتنا وحاجه ظريفه وجميله طبعا في عز الثلج، حتى ده الزمالك ومع حبايبنا كمان واخواتنا، فدايما بنحب نيجي هنا يعني على طول. بالنسبه للساعه والامور دي كلها فاحنا متعودين على حاجه جميله، يعني الوطن احنا ما بنتاخرش عنه، زمالك وطننا. زمالك بالنسبه لنا هو حياه، احنا بنعيش، احنا بنبدا يومنا زمالك، بنختم يومنا زمالك. فبالنسبه لنا النهارده ده يوم عيد، يعني احنا عيدنا في مكسبنا، احنا ما بنشجعوش عشان هو بيكسب، احنا بنشجعه عشان يكسب. فالنزول في برد او غيره، لا، الحبيب ما حدش بيتاخر عنه. الزمالك نسافر للبلاد مش مجرد بس ننزل له في البرد. لو رجعت تاريخ الحضور الجماهيري هتلاقي اعلى نسبه حضور جماهيري في تاريخ مصر نهائي الكونفدراليه في 2019. الزمالك الجماهير كانت في عز الحر في الصيام في الحرب، كانت نايمه في الشارع عشان تيجي تذاكر نهائي كاس دوري ابطال افريقيا 2016. موضوع الزمالك يعني ما اقدرش اتاخر عليه في اي حاجه، وبحب اجي هنا القهوه. القهوه مكاننا كلنا، مكان كل زملكاوي، وبنحب كلنا نيجي ونتفرج هنا ونشجع هنا. هنا مع حراره الماتش، مع حراره التشجيع، مع الدنيا اللي موجوده كلها، انت بتحس ان انت قاعد في بيتك، قاعد متدفي في مكانك. مش قصه برد ولا غير برد، لا، احنا هنا مبسوطين ببعض ومفيش، مش حدش حاسس ببرد. قصه البرد ملغيه ان شاء الله لو الزمالك بيلعب في تلج. يعني الزمالك قبل كده كان بيلعب مع نيمبا في رمضان ساعه الفطار، وقاعد بتفرج على الماتش ما بفطرش. لما قلنا على جمهورنا وفي ما غلطناش الحقيقه. بالظبط كده، وقهوه الزملكاويه بصراحه بتجمع كل الزملكاويه. تحيه طبعا لاصحاب قهوه الزملكاويه عم خالد وعم تامر اللي دايما بيفتحوا دراعاتهم لكل الزملكاويه في كل المباريات.